girls. الفيديو ده للبنات. قررت اعمل حاجه ليها علاقه بالميك اب. ازاي بس تنطقيها صح. اول حاجه خلينا نعرف ان put on, wear, apply, كل دي فيربس ليها علاقه بان انت هتحطي حاجه على وشك. I'm not a makeup artist. Makeup artist هو الشخص اللي بيحط الميك اب. I'm not a makeup artist. انا مش ميك اب ارتست عشان اكون عارفه ايه الطريقه والكلام ده, بس انا بس هساعدك ازاي تعرفي تنطقي اسم الحاجه. Let's start with ماسكارا. طبعا كلنا عارفين ايه الماسكارا اللي هي بتتحط على الرموش. وفي حاجه اسمها اي شادو اللي هو بيتحط هنا على المنطقه دي, الحته دي اسمها اي ليد, الحاجه البيضة اللي بتتحط هنا عشان تداري حاجه هنا. الحاجه هنا اسمها اي باجز, اندر اي او الاي اريا اند باجز. الاي باجز بنحط عليها حاجه اسمها كونسيلر. هي بتكتب كون بس احنا بنقولها كونسيلر. من الفيرب conceal يعني hide يعني يخبي. We got also contour ده مش بس لي علاقة contour, الحاجات اللي هي دي اللي انا مش عارفة ده contour دي بيستخدموها البنات او الميك اب ارتس عشان يحددوا الوش. فرشة اسمها brush. lipstick بيلمع ده اسمه lip gloss. lip يعني شفايف, gloss يعني لامع, فيها او بس الاو مش بننطقها gloss, لا it's gloss. اوكي, اللي بيتحط فوق العين دوت الاسود ده اسمه eyeliner. liner يعني بيحدد, eyeliner. اوكي, في واحد بيتحط على شفايف اسمه ايه, اسمه lip liner. لا ده eyeliner. ده اسمه lip liner, بيبقى ليه لون وبيتحط على الشفايف. blush اللي هو بيتحط هنا وبيبقى ليه لون وردي شوية اسمه blush. foundation هو كريم الاساس, وfoundation اصلا يعني اساس او تأسيس. powder اللي هو البودر, اللوس باودر اللي هي بتتحط على الوش اللي بيبقى لونها ابيض دي بيض الناس. في عندي البراو بنسل, دي اسمها براو بنسل, هو اللي بيحدد الحواجب. عندي برضو الايلاش كيرلر. ليه ما ينفعش اقول ايلاش؟ عشان هي مش لاش واحده بس, هما eyelashes اللي هما الرموش, والكيرلر هو اللي بيعمل كده في الفولز eyelashes. فولز eyelashes هي الرموش المستعاره اللي هي البنات بتحطها هنا علشان تزود الرموش. في حاجه اسمها بيوتي بلندر دي في حاجه اسمها برايمر. في حاجه اسمها سيتنج سبراي ده اللي بيترش عشان يعمل سيتنج للحاجه اللي انت حاططيها فما يشيلهاش. هايلايتر او برضو في حاجه اسمها برونزر, الاثنين تقريبا البنات بتستخدمهم نفس الاستخدام, الهايلايتر او البرونزر حاجه فيها برونز. الشنطه اللي بتحط فيها الميك اب اسمها ميك اب كيت. لما عايزين بقى نشيل كل اللي احنا حطيناه ده اسمه ميك اب ريموفر. في ميك اب ريموفر ده بيبقى حاجة كده بنعملها كده مش لامع طافي, ما بيعملش لامع, اسمه مات. اوكي, لو عندك حباية في وشك اسمها زت. دي طبعا انفورمال او سلانج, لكن بالاسم العلمي ليها اسمها اكني. كده انا جمعتلك كل الحاجات اللي بنستخدمها تقريبا في الميك اب. لو في حاجة تانية اكتبيها وممكن نحاول نتكلم فيها مش ليها علاقة بالميك اب او نستخدمها او انواع الكلام ده. احنا بنتكلم ازاي ننطق حاجه ننطق الكلمات اللي ليها علاقه بالميك اب. اتمنى الفيديو يكون فادك. لو حبيتي الفيديو دوسي لايك, او لو انت راجل برضو دوس لايك شير سبسكرايب على يوتيوب. سوري لو المعلومات مش اكيده لان انا ام نوت ا ميك اب ارتست, بس انا بساعدك ازاي تنطقي الكلمات. سي يو ان ذا نيكست فيديو, وير ويتنج فور يور كومنتس, باي باي.